سلام خواتاتي حبيباتي، صباح الخير عليكم. ازول في الاخوانت، ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامله بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نحضر اذا معاكم الشاباتي التونسي. هذا النوع تاع لي ساندويتش يجيو بزاف بزاف هايلين، صدقوني البنه تاعهم روعه. نتمنى انكم يعني تجربوهم. دركا عندنا كما كتشوفي ثلث كيسان تاع الفارينه، راني نغربل فيهم بيان سور. انا دائما نحب نغربل الفارينه في اخر دقيقه باش تعطينا نتيجة أفضل. هنا عندي مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، نضيف عليها مغرف كبيرة ثاني تاع السكر، وساشي تاع لوفير شيميك اللي هي خميرة الحلوى، فيها طبعا 10 غرامات. شوية تاع الملح، نخلط اذا المواد الجافه، ومن بعد نزيد المواد السائله اللي هي هذاك الكاس تاع لاتاي تقريب يعني معمر تاع بالزيت، والماء طبعا باش نلمو العجينه. الماء هذا يعني من المستحسن يكون دافي. نخلط اذا العجينه تاعي مليح ونخليها ترتاح. هاي لك العجينه تاعي بعد ما ارتاحت، نعاون شويه روحي بالزيت هنايا، نقسمها على 6 حبات. طبعا الكميه هذه اللي درتها تاع 3 كيسان تخرج لك كيما راكي تشوفي 6 حبات تاع ساندويتشات. انتي طبعا لا حبيتي تزيدي زيدي. نخلي اذا شويه هذوك القريصات اللي درتهم يرتاحوا شويه، واحد 5 دقائق نبدا نطيب فيهم. طبعا الطياب تاعهم راح نطيبهم على الطاجين تاع الكسره. نحلهم اذا كيما راكي تشوفي كيما نديروا الكسره غير بيدي برك، ما نديرش بالرولو، ولا نديرهم ديقالات صغار هاي ليك، ونديرهم شويه خشن، والنار ما تكون يعني متوسطه، ما تكونش يعني نار قويه باش يطيبوا لك حتى من الداخل. هاهم لك اذا لي غاليت تاعنا. دركا نروحوا للحشو تاعهم. الحشو يعني يجيو بزاف اقتصادي، يعني رائع هذا الحشو تاعهم، والله يعطي البنه هايله. عندي بصله كبيره مقطعه ماشي مرابيه، نضيف عليها شويه تاع فلفل عكري، شويه فلفل كحل، والملح طبعا. عندي ان كونتيتي هنايا كبيره تاع المعدنوس، واحد تقريبا يعني ربطه تاع معدنوس، نقطعها رقيق. نضيف الحبات تاع البيض، انا درت واحد 6 حبات هكاك، تقريبا كل خبز ندير له حبه بيض تاعو. نخلط اذا الخليط تاعنا ونبدا نطيب فيها عادي. هنا حطيت المقلة تاعي تسخن، ندير يعني من الأحسن المقلة اللي ما تلصقش، ندهنها بشوية تاع زيت ونبدأ نطيب فيهم كيما طيبنا لي قالت هذوك، يعني نفس الحجم باش نديرهم ديريكت في الساندويتش يجيو سوا سوا. هنايا نكمل كامل الكمية اللي عندي اللي هما 6. كي تطيب من الجهة يعني نقلبها الجهة الثانية حتى نكمل الكمية اللي عندي. هنا نروحو اذا نكملو الحشو تاعنا. هنا عندي كاشير نرابي فيه بالجهة هذيك الخشينة. الكاشير يعني مليح في هذا لي ساندويتش، لكن تقدري تستغني عليه. هاي لك اذا كامل واش عندنا في الحشو تاعنا. عندنا هنايا التون تاع الزيت، مهم جدا التون هنايا في لي ساندويتش هادو، هذوك البيض والكاشير ولا مايونيز، وحبيتي ثاني تزيدي سلطه ممكن، لكن هما يعني ما يديروش اصلا سلطه فيه.
هنا عندي شوية تاع الهريسة. هنا كل واحد يعني والذوق تاعو، حبيتي ديري هريسة، حبيتي ديري صوص ميزون مثلا. درت شوية على مايونيز، نحط اذا شوية تاع لوتون الويل، نزيد هذوك اللي قالت تاع البيض اللي طيبناهم، كل وحده ندير فوقها شويه تاع الكاشير، ومن الجهه الاخرى راني درت شويه تاع الفرماج. هنا تقدري ديري فرماج نوع اخر، يعني لورابي هذاك ولا المربعات ولا هاي لك. اذا الساندويتش تاعنا هنايا جاهز، هاي ليك، والله جا روعة، نتمنى انكم يعني تجربوه، واحد البنة تاعو هايلة. كانت هذه اذا الوصفة تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، ولا عجبتكم بيان سور ديروا جيم لا فيديو، ونتلاقاو في وصفة جديدة ان شاء الله.